الرئيسية. نتوقف مع هذه الإطلالة على الموضوع الأكثر تصفحا في موقع الجزيرة دوت نت. في خضم الحملة الانتخابية، ترامب يصاب بكورونا ومخاوف من تفشي الوباء بدائرته المقربة. ترامب مصاب بكوفيد، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد. الهاشتاج كان مليئا بالتساؤلات عن تبعات هذا الخبر من الناحية الاقتصادية والسياسية وعلى السباق الانتخابي، كما شهد أيضا موجة سخرية من مواقف الرئيس الأمريكي خلال أزمة جائحة كورونا والتي وصفها ناشطون بالمستخفة بالمرض. في المقابل غرد الآلاف عبر الهاشتاج متمنين لترامب وعقيلته الشفاء العاجل، وشددوا على أن الخصومة السياسية لا تبرر السخرية من شخص أصيب بفيروس تسبب في وفاة أكثر من 1,000,000 شخص في العالم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إصابته عبر حسابه في تويتر بتغريدة كتب فيها: الليلة أثبتت إصابتنا، أنا والسيدة الأولى بكوفيد 19، سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور، سوف نتجاوز هذا معا. بينما غردت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب وقالت: شكرا لكم على الحب الذي ترسلونه إلينا، وعاني أعراضا خفيفة ولكن بشكل عام أشعر أنني بحالة جيدة، أتطلع إلى الشفاء العاجل. إذا تداعيات اقتصادية وسياسية لخبر إصابة الرئيس الأمريكي بالفيروس، نتعرف على أهمها في هذا المقطع من إيجي بلس. مقطعا من المناظرة الرئاسية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن مساء الثلاثاء، يظهر فيه الرئيس الأمريكي ساخرا من إصرار بايدن على ارتداء الكمامة. نتابع. مئات آلاف تفاعلات عبر هاشتاغ ترامب مصاب بكوفيد. نقرأ منها تغريدة المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي كتب قائلا: قلوبنا أنا وجل مع الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، ونتمنى لهما التعافي السريع، وسنواصل الدعاء من أجل صحة وسلامة الرئيس وأسرته. في المقابل كتبت ناتاليا فين تغريدة: سخر من جو بايدن لارتدائه قناعا، أطلق على الفيروس اسم خدعة الديمقراطيين، رفض ارتداء القناع، لا يزال ينظم مسيرات حاشدة، قلل من خطورة كوفيد 19 وتجاهل الأطباء والعلماء، جاءت نتيجة اختباره الآن إيجابية. نيك والدن قال: شجع الآلاف على الحضور إلى التجمعات التي ينظمها وبدون ارتداء أقنعة، الوقوف كتفا بكتف مخاطرين بحياتهم، قلل من أهمية الفيروس في كل منعطف، لقد تجاهل آلاف القتلى. بينما كتبت ميليسا تيت تعليقا على موجة السخرية التي شهدها هذا الهاشتاغ وقالت: إذا أردت أن ترى كم يمكن للروح البشرية أن تكون قبيحة، ألقي نظرة على هذا الهاشتاغ. كراهية اليسار لهذا الرجل قادتهم إلى هاوية لا أعتقد أنهم يستطيعون الخروج منها أبدا. يا رب نجنا من هذا الشر. الآن مشاهدي